بعد كده بقى من البيزنس كمان ليه هندخل لمرحلة رجل الصناعة. وانا دايما بقول ان الازمات بتصنع كيانات. حركة النقل وقفت والطيران وقف وكل حاجة، فخلاص انت مضطر طبعا ان انت يا تقف. ما تعتمدش على حاجة ممكن في اي وقت ما تلاقيهاش. كنا بنحس ان هو ايلون ماسك مصر. ده كان هدفنا اللي احنا نعمل براند بيكون اسم عالمي. طيب احنا اتنقلنا دلوقتي من مرحلة اللي هو الشاب الحالم اللي فجأة فكرة نفذ تكر حاجة، وبعدين الفكرة كبرت، وبعدين اتنقلت من للبيزنس فاميلي. بعد كده بقى من البيزنس فاميلي هندخل لمرحلة رجل الصناعة. أول مصنع كان فين، وكانت ايه قصته، وكانت إمكانياته ايه؟ أول مصنع اللي هو تقريبا تحديدا اللي أنا بدأت فيه من 2013 ل 2017 تقريبا، وبعد كده توسعنا، وهو في المنطقة الصناعية جمصة الدقهلية، وبعد كده طورنا في المصنع ودخلنا خطوط إنتاج جديدة، بدأنا نعمل تسويق بشكل احترافي. والبداية كانت شيء مهم جدا، إن إحنا مش هدفنا ربحية، أو مش هدفنا اللي إحنا معاك رأس مال فعاوز تدوره عشان تجيب أرباح، لأ. ما كان هدفنا اللي إحنا نعمل براند ويكون اسم عالمي. عشان كده ربنا وفقنا ووصلنا للحتة دي. نرجع لحتة المصنع، قلنا ما شاء الله الحمد لله كانت البداية في المصنع اللي هو بتاع والدي بتاع المواد الغذائية. ايوه وبعد كده أخدنا مكان تاني وعملنا مصنع خاص بالنسيج. كنت بستورد يعني أكتر من 80% من النسيج بتاعي أو القماش اللي بيدخل في المرتبة. النهاردة بفضل ربنا أنا اللي بصنع القماش كله عندي، ما شاء الله. وده تسهيلات الدولة عملتها الأخيرة، ده أفادني كتير جدا الحتة دي. انت المكون القماش كامل اللي انت بتصنعه، كله دلوقتي حاليا بيتصنع في مصانعنا. يا باشمهندس، المرتبة، مكونات المرتبة ايه الرئيسية يعني؟ مكونات المرتبة، المرتبة السوستة التقليدية اللي كل الناس عارفاها بتكون عبارة عن سوستة واللبات، ده اللي هو الفاصل بين السوستة والإسفنج. والإسفنج الصناعي ده ايوه حاجة مهمة جدا في أي مرتبة. وبعد الإسفنج القماش الخارجي. طبعا في هنا فكر وفي تغيير تم نزلت بيه فانتازيا السوق، وده اللي عمل لها انتشار قوي جدا. الألوان المختلفة، على طريقة الفينش المختلفة، على طريقة التغليف نفسها، على الاسم، على الإعلانات، الجودة عملت معانا بومينج ما شاء الله يعني. باشمهندس احمد، احنا كانت الناس اللي بيعمل حاجه تجميع، وكانت المشكله كلها عندنا في مصر فكره ان احنا اللي بيقدر يجمع في صناعه معينه وكل مكوناتها بتيجي من بره. كنا بنحس ان هو ايلون ماسك مصر. دلوقتي انت كل خطوه في خطوه انت اللي بتصنع بنفسك، وانت اللي بتوصل للمنتج بتاعك وخطوط انتاجك، يعني انت دلوقتي متحكم في منتجك، صح؟ صح؟ وده خد مننا مجهود كبير جدا جدا جدا، مش بس مجهود في رأس المال، لا، المجهود مجهود ذهني، عشان انت توصل لمرحلة انك تصنع مكونات كلها، فده بيحتاج وقت ومجهود. الحمد لله يعني احنا وصلنا لده في وقت قياسي، يعني يعتبر كمان عملنا معظم الشغل اللي احنا عملناه او معظم المصانع اللي احنا عملناها عشان نحقق بيها اكتفاء ذاتي كانت وقت أزمة. وأنا دايما بقول إن الأزمات بتصنع كيانات. أزمة، احنا بنتكلم على كورونا، صح؟ أزمة كورونا طبعا جت في 2020، معاك بعدها الأزمة الاقتصادية، تمام؟ كل ده احنا كنا بنبني فيه الوقت اللي الناس ماسكة حاطة فيه ايديها على قلوبها وبتقول لك العالم بيخلص. حقيقي حقيقي، وده على فكرة أفضل وقت للتطوير والإنتاج. وقت الأزمات بيطلع شركات بادئة وبينزل شركات كبيرة جدا. ممكن تلاقي شركة كبيرة ضخمة وقعت في الوقت ده، وتلاقي شركة لسه ناشئة كبرت، بس هو حاطط لنفسه هدف وشغال عليه. فعشان كده أنا بعيد تاني الكلام، وقت الأزمات بيظهر كيانات أو بيكبر كيانات. طب هو انا هقف عند النقطة دي بشكل،
فكرة ان انا ظهور الكيان او الاستثمار او النمو او التطور مرتبط بان انت بقى عندك مساحة اكبر للتفكير والدراسة، ولا انت اوريدي ازاي يعني ازاي قدرت تستثمر الازمة نفسها في ان انت تنمو بالشكل ده؟ مش بقى الازمة نفسها، انا كنت في الوقت ده كل تفكيري ان انا اعمل اكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي هو اللي هيعديك من الازمة. كان في مشاكل جدا في التصدير في الوقت في أيوه. كان في مشاكل جدا في الاستيراد في الوقت ده، تمام، انت اشتغلت عليها، لا انا هصنعها. فده طبعا اهم شيء ان هو يعدي الازمه معاك، انك ما تعتمدش على حاجه ممكن في اي وقت ما تلاقيهاش. صحيح، يعني التصنيع حركه النقل وقفت والطيران وقف وكل حاجه، فخلاص انت مضطر طبعا ان انت يا تقف. طبعا اعتمدت على نفسك في ان انت تعمل، اعتمدت على نفسك في الجزئيه بتاعت الاكتفاء الذاتي، وهي دي اللي عدت معانا الازمه. دلوقتي انت واقف على ارض صلبه بسبب تعبك في السنين اللي فاتت، لان التعب في السنين اللي فاتت في ناس كتير جدا قالت لك لا اهدى شويه. انا عملت حمله اعلانيه كلفتني رقم كبير جدا، وميزانيه الشركه عندي ما كانتش تسمح في الوقت ده بالرقم اللي انا اصرفه ده، بس عملت لنفسي خطه ومشيت عليها، وقلت الوقت ده هو اللي هيظهرك، او هو بشكل كبير محتاج قدام تطلع الناس. للناس. بالظبط، وحققت نجاح معايا كبير جدا ما شاء الله في الوقت ده. انت اللي بتنتج لنفسك. بالظبط. بس معلش لحظه واحده بس، طالما طلعت كيمياء يبقى هي لها قصه. يعني طبعا انت كيمياء ده يعني ايه؟ يعني انا مش فاهم، انت قررت عايز اصنع اسفنج بروح اصنع اسفنج؟ انا اخدت مكان كده عندنا كده في البلد في ارض زراعيه، او اخدت مكان كده في ارض زراعيه بعيد عن المنطقه الصناعيه، اتعلمت فيه يعني ايه اسفنج، يعني ايه صناعه اسفنج كده. يعني انت اللي رحت بدات تفكر ازاي تصنع؟ بالظبط، جبت كده ماكينه بدائيه بنسميها عندنا في مجالنا بوكس، تمام، بنصب بلوك واحد بواحد. قبل ما اجيب الخط الانتاج كونتونيوس جبت ماكينه صغيره، وجبت مهندس دربني يعني ايه سفنج، يعني ايه الماده دي بتعمل ايه ودي مهمتها ايه، وبدانا نصب بلوك ببلوك ونجرب في الارض بعيد عن منطقه صناعيه، تمام، لحد سنتين كاملين لحد ما فهمت ايه الاسفنج وبتصنع ازاي وكل ماده ايه مهمتها في الشغل. ومن هنا ايه ده، بقى ايه ده؟ يعني انت اللي قاعد بتصنع؟ لا في مش ايه بصنع بشكل كامل، بس انا حابب ان انا افهم. يعني دي صناعه صعبه مش سهله، فحابب ان انا افهم يعني ايه صناعه اسفنج، ما بقاش اونر للمكان او صاحب المكان ودير البيزنس ومش فاهم كل ماده في الاسفنج ايه مهمتها. كنت بتبقى خايف كده وانت داخل المختبر المعمل الصغير اللي انت عملته في الارض الزراعيه ده؟ ما كنتش بتبقى قلقان وانت قاعد لوحدك عمال بتحط كيمياء على كيمياء وحاجات من هو في خطوره طبعا في الموضوع، بس انا دايما كان بيبقى معايا مهندس كيمياء علشان لو في حاجه غلط يقدر هو يسيطر عليها. في الوقت ده فهو توفيق ربنا ثم اجتهاد. والله بقول لك يا باشمهندس، توفيق ربنا بيروح للمجتهدين. الحمد لله. علشان نتكلم،